ومعنا دكتور محمد اسماعيل محمد، مدير وحدة جراحة الألوعية الدموية في عين شمس التخصصي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. إيه رأي حضرتك في مؤتمر IMEC السنة دي؟ من تطور إلى تطور، من المؤتمرات اللي بتطور نفسها وبتراجع نفسها، من أكبر المؤتمرات اللي دلوقتي بتعقد في مصر على مستوى يقارب المستويات العالمية لما يكون زيه بالضبط، بيعمل دعوات لأكثر ناس خبرة في مواضيع مختلفة متعلقة بقصة الشريان الأورطة، وده من المواضيع المعقدة في جراحة الأوعية الدموية اللي هناك طفرة في التعامل معها بعد ما كان نسبة الوفيات عالية من خلال التعامل القديم الجراحي، أصبح الآن التعامل عن طريق الأسطرة التداخلية، وده طفرة موجودة في العالم وفي مصر في آن واحد بنفس التكنيك بنفس التكنولوجي بنفس الخبرة من الأطباء المصريين والأطباء العالميين، وبيحضروا لمصر في المؤتمرات العالمية في المؤتمرات المصرية لينقلوا الخبرة العالمية لمصر ويتشاركوا مع الخبرة المصرية من خلال حالات بتقام ويتم عرضها عن طريق البث المباشر وحالات تم عملها خلال السنة الماضية. كل سنة المؤتمر بيتطور، كل سنة بيحصل إضافة جديدة للمواضيع اللي في المؤتمر. كان بيبتدي المؤتمر دايما بقصة التمدد في شريان الأورطة فقط، أصبح الآن أن التمدد شريان الأورطة في البطن والصدر، أصبح هناك سيشنز أو محاضرات عن شريان الأورطة في الأطفال وده جزء جديد، وأصبح هناك عن شريان الأورطة ليس التمدد ولكن الانغلاق أو انسداد شريان الأورطة، وده من الأشياء أو من الأمراض المنتشرة جدا في مصر والشرق الأوسط. اوكي، ايه رايك في التعاون الدولي والخبرات الدوليه الموجوده في المؤتمر السنه دي، وازاي هتفيد المؤتمر؟ هتفيد المؤتمر انها بترفع من مستوى التدريب والخبره لصغار الاطباء وكبار الاطباء في مصر، بيحصل تعاون في نقل الخبرات بين مصر وبين مختلف دول العالم من اسبانيا من ايطاليا. الخبرات في الطب محتاجة نوع من أنواع التعاون ونوع من أنواع نقل الخبرات، لأن الأمراض هي لها أنماط مختلفة حسب الجنس وحسب المنطقة الجغرافية، فبالتالي احنا بننقل خبراتنا في ظل إمكانيات معينة في ظل عدد مرضى بنقابلهم بطريقة علمية بطريقة متحضرة بطريقة جديدة، وهم في نفس الوقت بينقلوا نفس الخبرات دهيت، فبالتالي بيحصل زي نوع من أنواع الاندماج ونوع من أنواع التعلم ونوع من أنواع مراجعة الخطوات ومراجعة البروتوكولات التي تقوم، وبيبتدي يحصل نوع من أنواع التعاون بين هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى زي اللايف وزي السايت، وده مؤتمر في أسبانيا كان هناك توك في شهر 3 اللي فات أنا كنت حاضر فيه في برشلونة في جامعة برشلونة، وكان من الحاجات المفرحة بالنسبة لي كمصري أن يحصل توك أو سيشن فيها كلام عن مؤتمر الآيماك وعن حالات تم عملها في مختلف قطاعات ومستشفيات مصر من المستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش والشرطة والمستشفيات وزارة الصحة، ودي طفرة ان بنقدم علاج سهل وفعال وآمن على المريض بتكلفة كانت عالية، والحكومة والبلد والتأمين الصحي بيغطي هذه القصة مجانا للمريض المصري. اوكي، ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في مؤتمر IMEC؟ احنا النهارده يعني انا بكره ان شاء الله عندي السيشن عن كيفيه تكوين الفريق في مجابهه التمدد الشرياني المنفجر. التمدد الشرياني الاورطة المنفجر ده من حالات الطارئه اللي نسبه الوفاه فيها بتبقى عاليه جدا بتصل ل 90%. كانت المشكلة اللي بتواجهنا كيفية التنسيق كيفية التعامل تكوين فريق متخصص من مختلف التخصصات في التعامل لهذه الحالات الخطرة والحرجة، كانت الحلول فقط هي حلول جراحية، الآن بقت أصبحت الحلول عن طريق الأسطرة التداخلية وعن طريق الدعامات المغطاة، فأصبحت أكثر أمانا أقل خطورة أسرع وأكثر، وأصبح الأطباء المصريين أكثر خبرة في هذه القصة. فهنتكلم عن كيفية تكوين الفريق وكيفية الخطوات وكيفية مجابهة هذه الحالات بطريقة سريعة وفعالة في مصر زي مثيلتها في كل دول العالم. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك، تشرفنا بلقائك. شكرا يا فندم. شكرا.